بالنسبة للنادي الإفريقي أيضا سيكون بنفس الخطة التكتيكية 4-3-3. المعطيات اللي عندنا تقول أنه شهاب اللاعب شهاب الجبالي سيكون لاعب أيضا شهاب العبيدي. مسجل 3 أهداف في المباراة السابقة. اليوم هناك بعض التغييرات أجراها رودريك كوسي، يرجعوا للمعناها في مكانهم بدون تغيير. وانتو سواء كانت الوانتو داخل العمق أو كذلك الوانتو من أجل أنه تكون في الممر ويستغل هو ذلك الممر وكذلك يتوغل. ولهذا أقول بأنه فقط النقطة التي كان دائما يعاني منها يعني لما تونس تلعب مع غينيا الاستوائية الكورونا تنقص المفروض كلها 50%. على كل حال وعلى الأقل بالنسبة كانت معناها المنستير قمة الأسبوع الخامس، قمة تتزامن مع عودة الجماهير للملاعب. الحوار النادي الإفريقي بأسماء معز حسان 13 قبل هذا الكرة للنادي الإفريقي من جانب ياسين الشماخي، كرة طويلة للسياح عن إمكانات هذا المدافع. هذه كرة ملعوبة من اليمين اسكندر عبيدي، خطيرة فرصة لك المنستيري من ادريس سالم حيرسي، انطلاقة قوية بكرة ملعوبة بلال العيفة مع يوسف العبدلي. بلال يا بلال، اول تدخل للمدافع السلم لموسف العبدلي، عبدلي انطلاقة لهجوم الاتحاد لدى المنستيري، فرصة خطيرة ثمانيه الافريقي وهلال الشاب 7 الاولمبي الباجي 6 ليتوال جرجيس 4 ومسترجي في خانه الكلاسيكو. نعم كلاسيكو يتسم بنديه يوم 20 يونيو الماضي نصف نهائي كاس المرحوم صالح بن يوسف بركلات الجزاء للنادي الافريقي. كره من ادريس سالم حيرسي والتدخل من هزم الاتحاد الرياضي المنستيري هنا على ميدانه وعلى ارضه، وهذه حالة تحكيمية أكيد مشاهدينا متابعينا. 3 نقاط تعني الهروب للاتحاد الرياضي المنستيري بالصدارة. هجوم عاكس خطير ياسين الشماخ، شماخ يدخل البوكس، كرة مرفوعة عالية خطيرة للنادي الإفريقي وكاخي هو من وزع وعثمان وترى كاد أن دورها 15 مرة قبل هذا. كرة من ركنية ملعوبة من نبيل العمارة، يدلي وتألق كبير لمعز حسان واختر كرة للسيا كانت من عرض 71 عام من منتصر لوحيشي 7. جدية واقعية وبصمة خاصة للسر فوزي، فوزي البنزرتي، وهذه كرة للاتحاد استاد بن جنات. كرة من فامي بن رمضان طويلة ملعوبة في وسط الدفاع، تعود من النادي الافريقي لكن ما زالت الخطورة والتسديد لكن وخسارة. كرة كونترول ممتاز من علي العامري، عامري التمرير سالم حيرسي، كرة من فامي بن رمضان، بن رمضان إلى عمر بوراوي، بوراوي متابع من جانب لادن العزوري خطيرة. هذه الكرة أن تكون الأهداف حاضرة اما في زرتي اينما مر اينما حل يزرع عقلية الفوز في نحن الاحسن، يتمتع بروح انتصار وخطيرة من الجهة اليمنى. محاولة من جانب ياسين الشماخ، شمل عنوان البارز الى حد الان. هذه كرة ملعوبة ممتازة، التمريرة من حسام تقاع، تقاع الى يوسف العبدلي، حسام تقاع كرة في البوكس وبلال العيفة عاد الى حسام تقاع، تقاع تقاع، حسام يدخل البوكس يعدي املاه يرفع الكرة عرضية، كرة من جانب وترى نفسه في التشكيلة الاساسية مع فوزي البنزرتي. جماهير الكرة في تونس، هذه كرة طويلة، كرة من جانب أومارو مرفوعة، خطيرة كانت، خطيرة أخرى. نادي الإفريقي يجد معز حسان، سدد يوسف أومارو ذكاء ممكن شاف معز حسان يعني دون أن يرتكب أخطاء، حط كرة في التماس، هذه خطيرة للاتحاد، تجربة ريد ستار الفرنسي وكرة ملعوبة. حسام تقاع لقي المباراة في هذه اللحظات بكيفية مميزة إلى حين إعلان صادق السلمي نهاية هذا الشوط الأول من لقاء القمة بين الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي بالتعادل 0. يتدخل فهمي بن رمضان، اسكندر العبيدي السارية قوية، سر العلامة الخضراء علي العامري، كرة فيها عرضية خطيرة للنادي الإفريقي مرفوعة. بالنسبة للكرة الثابتة التي يحبذها فوزي البنزرتي وكرة عامري يعمل كنترول يحطها قدام يسدد أملاه خطيرة. الله 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 الله، كاد يباغت كاد يلدغ كاد يضرب الدوري التونسي، تبارك الله وما شاء الله. استمع 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 استمع
ديال المنستيري فهمي بن رمضان يسارية قوية لكن بعيدة أقل من اللي هو حاضر يوسف العبدلي في اتجاه يوسف أمارو التوزيع يبنى النادي حسام تقا مشي علي العامري جادريس المحيرسي كورة من يوسف العبدلي إلى أمارو لمسة ونبيل العمارة العمارة عبيدي كرة طويلة لياسين الشماخي شماخي يستضيف الإفريقي يهرب ياسين يمشي شماخي ثعبان كوبرا ياسين لكن يكن ياسين الشماخي وكذلك عبد النور إيهاب بالحسيني الجزائري مكان شهاب العبيدي قدرش ينجح كرة من بالحسيني طويلة يعيني على التسديدة وركلة الجزاء غير ما الوقت يمر بسرعة والكرة تنفذ هشام بكار صاحب العشرين عام مكان إدريس المحيرسي وخمسة هزائم كرة طويلة مرعوبة علي العامري ومحاولة خطيرة من يوسف العبدلي عبدلي عودة اسكندر عبيدي عبدلي تسديدة مع حسان بكار بكار عودة دفاعية مميزة للسيا كرة هجومية خطيرة للاتحاد المنستير كرة بالرمضان مرة أخرى تعود التوزيع والرأسية ومرة أخرى بالأسد العيفة مع رودريك في التدخل من الأطراف هناك العبيدي هناك نبيل العمارة عامري صابر صابر مرة أخرى من الجهة اليسرى يحاول التماس هذا جمهور اللاسيا جماهير النادي الافريقي الحاضرة في ملعب مصطفى بن جنات نعم 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 يوسف يوسف من شابه أباه يحاول التوزيع وبمس طويل لفهم بن رمضان بلال العيفة كرة ملعوبة خطيرة التسديد على إيلة في تونس التي تعطي الثقة للمدرب ويلا 119 مباراة لفهم كرة من تماس بلال العيفة يتدخل والكرة يوسف أمارو يغادر ودخول كرة من فهمي بن رمضان مرة أخرى للاتحاد الرياضي المنستيري كرة من تماس فهمي بن رمضان كرة ملعوبة في البوكس يتدخل الدفاع وكرة من بلال العيفة عابرة مكان حسام تقع حسام مجهود بدني من المواهب التونسية الساعدة هذه لقطة ركلة الجزاء التي طالب بها النادي الإفريقي تمام حمدون أكيد له لليمين هشام بكار بكار يمر يسدد هشام بكار برافو للاتحاد برافو للسيا عليك معز الحجالي ينتظران الدخول وفي ذات اللحظة يعلن صادق السلمي على نهاية مباراة الاتحاد المنستيري النادي الإفريقي قمة الأسبوع الخامس من بطولة الدوري التونسي الاتحاد في الصدارة 11 نقطة النادي الإفريقي 8 نقاط في الوصافة مع مستقبل الرجيش